بسم الله الرحمن الرحيم. القط موجود في حياة العرب وغيرهم، وقد لقب أبو هريرة رضي الله عنه بهذا اللقب لقط كان في كمه. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن امرأة دخلت النار في هرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، يعني حشراته. ماتت هرة للعلامة سيف الدين الآمد الشافعي وهو في حماه، فدفنها، فلما انتقل إلى دمشق نقل رفاتها إلى دمشق ودفنه في قاسيون. كان لأمير الشعراء أحمد شوقي قطة بيضاء لا تأكل إلا الدجاج، فكلف خادما بإطعامها فماتت، وإذا بالخادم يأكل اللحم ويرمي له العظم. العلامة الأديب محمود شاكر رحمه الله كان إذا رأى قطه نائما على سريره لم يوقظه، تركه على السرير ونام هو على الأرض. كان للأديبة عائشة التيمورية رحمه الله عناية كبيرة بالقطط، وكانت تجعل لكل قط فراشا خاصا به، وفي الديوانية فراش خاص. يقال بأن الملك حسين رحمه الله كان له قط اسمه مهاجم، وكان يصعد أحيانا إلى جناحه، فلما مات الملك حسين لم يصعد القط حتى مات. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان إذا خرج إلى المسجد حمل معه طعام إلى قطط عند الباب، فإذا لم يكن معه طعام استحيا وخرج من الباب الخلفي. من المرات الشعرية قصيدة لأبي بكر العلاف: رثى هرا له عدا على حمام جاره فأكله، فقتله جيرانه، ثم أنشد قائلا: يا هر فارقتنا ولم تعودي، وكنت عندي بمنزلة الولد، وكيف ننفك عن هواك وقد كنت لنا عدة من العدد. القط والهر عربيتان، وبس عربية أصلها من الزجر بس، وبزون آرامية، وفي اللهجة السودانية كديسة وهي نوبية، وفي اللهجة المغربية مش وهي أمازيغية.